الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من إصلاح شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام. الأمم المتحدة تعلن عقد الملتقى الوطني الليبي في أبريل المقبل. نيوزيلندا تدخل تعديلات على قوانين حيازة السلاح بعد مذبحة المسجدين. موجز أنباء السابعة من إكسترا نيوز، أسعد الله صباحكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري الصحة وقطاع الأعمال العام. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية. قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة وقابلة للاجتهاد والتعديل. وخلال أولى جلسات الحوار المجتمعي التي تديرها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات المقترحة، أشار عبد العال إلى أن الهدف من الحوار هو الوصول لأفضل الصياغات، لافتا الى ان اي تعديل دستوري تحكمه الظروف والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، كما تطرق في حديثه للتعديلات التي جرى ادخالها على دساتير مصرية سابقة. قالت وزارة الخارجية ان ما تم تداوله حول تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري بشان عودة سوريا الى الجامعة العربية جاءت مجتزأة من سياقها. واضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار احمد حافظ لأن الوزير سامح شكري أكد خلال زيارته إلى سلطنة عمان أهمية تفاعل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي إلى سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن، وبحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية من جديد. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الملتقى الوطني سيعقد في مدينة غدامس الليبية في الفترة من 14 وحتى 16 من أبريل المقبل برعاية أممية. شدد سلامة على أن المؤتمر سيحضره الليبيون فقط، حيث ستتم دعوة كل الفئات السياسية الليبية دون أي استثناء، ومن المنتظر أن يحضره ما بين 120 إلى 150 شخصية سيشاركون فيه. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أنه سيتم حظر البنادق نصف الآلية والهجومية في أعقاب الهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش وأسفر عن 50 قتيلا من المصلين وعشرات الجرحى. أضافت أردرن أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 من أبريل المقبل، وسيتم إقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة من أيدي المواطنين. أنتم مدعوون دوما لمتابعة المزيد عبر extranews.tv. في أمان الله.